هذا اجتماع مع الفريقين البرلمانيين ديالنا كاين عقد في اطار واحد ديناميه جديده اطلقها الحزب، خصوصا منذ الاجتماع المشترك الهام اللي كان في هذه القاعه بالذات ما بين المكتب السياسي والمكتب الفيدرالي ورئاسه وسكرتاريه المجلس الوطني. احنا عشنا في الفتره السابقه وما عندناش عقده النقص، نوضحوا هذا الشيء ووضحناه. عشنا واحد الفتره اللي كان فيها واحد الجانب غير صحي بالنسبه للحزب، عشنا واحد الفتره واصطلح عليها اعلاميا بالازمه، لكن حنا تنقولوا الازمه اللي عاش الحزب هذه الفتره الاخيره ما هي شيء، ازمه اللي هي مستعصيه على عكس ما تم الترويج له في الكثير من وسائل الاعلام. يعني ازمه بالمعنى الذي يفيد بان هذا حزب فيه مناظرات ومناظرين كيعبروا على الاراء ديالهم وكيعبروا على المواقف ديالهم، وما هو مشاي جنود في فيلق عسكري مطلوب منهم يصفقوا الزعيم ويصطفوا وراء القائد. هذا حزب حي، ماشي كما قلت ماشي فيلق او تكنه عسكريه. سجلنا بكل اعتزاز ان الفريقين البرلمانيين ديالنا منخرطون في هذه الديناميه الجديده اللي منخرط فيها الحزب، واللي من المؤكد وهذا الشيء اللي غنقوموا فيه في خلال الايام الجايه ان شاء الله، بعد ما يجتمع المكتب السياسي غدا ويعاود يجتمع المكتب الفيدرالي في اليومين ولا ثلاث ايام الجايه، واللي ان شاء الله سننتقل بها للجهات والاقاليم باش جميع المناضلين ديالنا يتعبوا عليها. هذا لقاء يعني دوري ما بين المكتب السياسي والامين العام والفريقين، ولكن هذه المره بحله جديده وبحله عندها نكهه جديده تاتي بعد يعني تجاوز واحد مجموعه ديال العقبات واحد مجموعه ديال الخلافات اللي هي تعتبر يعني بسيطه وبسيطه جدا، فيها مجموعه من الاجراءات تاخذها الحزب. اولا تعيين امين عام بالنيابه، ثانيا تعيين رئيس المكتب الفيدرالي، هذه كلها يعني استكمال الهياكل ديال الحزب من اجل يعني الانطلاقه جديده او انبعاث كما قالها السيد الامين العام. وبالتالي غادي يكون هناك مناسبات اخرى، غادي يكون اجتماع المكتب السياسي غدا اللي غادي يتطرق لمجموعه ديال التفاصيل فيما يخص خاصه خريطه الطريق اللي اعلن عليها الامين العام، واللي غادي تعطي انطلاقه للتنظيم في الجهات وفي الاقاليم لفريقين البرلمانيين يعتبران يعني المحور الاساسي في تجسيد يعني هاد التنظيمات في الميدان. هذه كلها كنظن مؤشرات كتبين بانه الحزب ان شاء الله غادي يكون عنده الكلمه ديالو، وسنشتغل على ان نتبوأ المكانه الاولى والمرتبه الاولى في جميع الاستحقاقات المقبله. كما قلت ليست نزاعات، كاين اختلافات، ماشي حتى خلاف، اختلافات في بعض التصورات، ولكن كما جاء في المداخلات بان الفريقين كانوا متمسكين جميعا، فريقين متمسكين بالوحده ديال الحزب والوحده ديال الفريقين. اذا هذا كما قلت لا مجال للتخوف ولا مجال لانه يقول الانسان بانه كانت بعض الخلافات بسيطه، تجاوزناها الحمد لله، واليوم سنشتغل على المستقبل. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.